يعتبر تدريب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك شرف كبير لأي مدير فني محلي أو أجنبي. لعراقة النادي الملكي وإنجازاته وتاريخه وشعبيته، حيث يضيف اسم الزمالك الكثير والكثير لكل من يتولى المنصب. وعلى مدار الربع قرن الأخير نال عدة مدربين أجانب شرف قيادة الزمالك فنيا في أكثر من ولاية، في مقدمتهم الهولندي رود كرول، والذي ترأس الجهاز الفني لأبناء الفن والهندسة في موسم 1997-1998، وساهم في تتويج الفريق بلقب الأفرو أسيوي قبل أن يعود بعدها بعشرة أعوام ويقود الزمالك للقب كأس مصر. كذلك الفرنسي الراحل هنري ميشيل، والذي أسندت له مهمة تدريب الزمالك في موسم 2006-2007 في ولاية أولى، قبل أن ينال فرصة ثانية في ترأس الجهاز الفني للنادي الملكي في عام 2009. الداهية البرازيلي كابرال كان على موعد مع قيادة الزمالك في ولايتين مختلفتين، فاستطاع خلال الأولى بموسم 2002-2003 من السيطرة مع الزمالك على ألقاب الدوري ودوري الأبطال والسوبر المصري والسوبر الإفريقي، قبل أن يعود مجددا في ولاية قصيرة ومهمة جديدة داخل القلعة البيضاء في موسم 2004-2005. كما عاد البرتغالي باتشيكو لتحدي جديد داخل أروقة ميت عقبة في ولاية ثانية بعد رحلته الأولى مع الزمالك في موسم 2014-2015، حيث تولى الولاية الفنية للفارس الأبيض في الفترة ما بين سبتمبر من عام 2020 وحتى مارس من عام 2021. الفرنسي باتريس كارتيرون كان واحدا من المدربين الأجانب الذين نالوا شرف تدريب الزمالك، حيث قاد الفريق فنيا في موسم 2019-2020 وعاد في الموسم التالي. البرتغالي مانويل جيسوالدو فيريرا واحدا من أفضل الأجانب الذين تولوا تدريب الزمالك، تولى قيادة الفريق خلال ولايتين الأولى في موسم 2014-2015 قبل أن يعود من جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فنيا في عام 2021، ويقود الفريق لتحقيق ثلاثة ألقاب محلية، ليبقى تدريب الزمالك شرفا عظيما لمن يعرف قيمة وتاريخ وعراقة الكيان الأبيض. رجعنا لكم مرة تانية فقرتنا الحوارية الثانية والأخيرة النهاردة من زملكاوي مع اتنين من نجوم النقد الرياضي الكبار. عبد الشافي صادق اللي مشرفنا النهاردة، برحب بيك ودايما بنسعد بيك في زملكاوي. صباح الخير يا كريم، وأنا اتشرفت بيك وإن شاء الله نقدم حاجة تليق بجمهور نادي الزمالك العظيم. النقد الرياضي الكبير أستاذ زاب الفولي، برحب بيك أستاذ زاب، مشرفنا النهاردة. أهلا بيك كريم وأهلا بكل جمهور نادي الزمالك. زاب شافي، هبدأ مع حضرتك. مباراة مهمة جدا لكوماندوز اليد غدا إن شاء الله في نصف النهائي، ومنها إلى المباراة النهائية إن شاء الله والتتويج باللقب والتأهل لكأس العالم للأندية. فريق الزمالك لكرة اليد اللي التفت حوله جماهير نادي الزمالك العظيمة في السعودية. يعني هو أنا شايفه بالنسبة لي هو الفرحة الموجودة دلوقتي لجمهور الزمالك العظيم. بالفعل. فريق كرة اليد دايما بيقدم لنا مفاجآت وبيقدم لنا إنجازات إنجازات كبيرة تسعد الجماهير. الجماهير عايزة فرحة، خاصة وانت عارف الموسم اتخرجت منه لا دوري ولا كاس في كرة القدم، فمحتاج فرح. الفرحة دلوقتي اللي بيحققها لك هو فريق كرة اليد. الاهتمام كمان غير العادي من جماهير نادي الزمالك، بتملى الصلاة في مدينة الدمام ورا فريق الزمالك، دي حاجة تفرح. من هنا من منبرنا قناة الزمالك وهي قناة نادي الزمالك وقناة جماهير الزمالك، بقول لهم شكرا على اللي بتعملوه مع فريق كرة اليد. استقبلتوه استقبال رائع في مدينة في الرياض، وكمان جبتوا اتوبيس ينقل اللاعبين من الرياض الى مدينة الدمام، ورافقتوه الرحلة كلها وما زلتوا الدعم وتساندوا، هي دي فرحة الزمالك. اللي على المباراة في فرق كبير. طبعا فريق مضر السعودي، فريق مدعم ببعض اللاعبين، فريق ليه طموحات وصل الدور قبل النهائي على حساب أندية كبيرة، لكن ده فريق الزمالك. صح. ده كوماندوز كرة اليد، ده فريق الزمالك اللي فيه واحد انا من وجهة نظري شايفه اسطورة كرة اليد في مصر والوطن العربي، اسمه احمد الاحمر. طيب هو احمد الاحمر لوحده؟ لا، معظم اللاعبين الموجودين معاه. طب احمد الاحمر لو اتكلمت عليها كريم، مع نادي الزمالك محقق 32 بطولة. تاني احمد الاحمر اسطورة كرة اليد في مصر والوطن العربي ومشهور عالميا على اعتبار أنه تم اختياره أحسن لاعب في أكثر من مرة في أكثر من مناسبة في بطولات العالم، ولعب مع أندية كبيرة
غير الزمالك حقق مع نادي الزمالك 32 بطوله. لو اقولهم لك 8 دوري محترفين، 5 كاس مصر، 10 3 سوبر مصري، ابطال افريقيا، بطولات ابطال الكؤوس، كان اخرها كانت البطوله هنا ابطال الكؤوس 5 مرات، 6 بطولات سوبر. الزمالك واخد 7، احمد الاحمر واخد 7، 6 6 من فده احمد الاحمر مع منتخب مصر 5 بطولات كاس افريقيا، شارك في 10 بطولات كاس افريقيا، حصل على 5 كاس افريقيا، 5 شارك في 5 بطولات كاس عالم. احمد الاحمر هو الهداف التاريخي لمنتخب مصر في كاس العالم، 277 هدف، هو الهداف التاريخي لمنتخب مصر في الاولمبياد 105 هدف. فاحمد الاحمر اسطوره كره اليد المصريه، يكتب التاريخ سواء في مصر او خارج مصر. هتقول لي خارج مصر عمل ايه؟ ارد عليك، لما يروح يحترف في المانيا ومع النادي في لوكسمبورغ يحصل على بطوله الكاس في المانيا، لما يروح يلعب مع في قطر ويحصل على الدوري والكاس وكاس ولي العهد مع الفريق القطري الجيش القطري، لما يروح يلعب مع في بعض الانديه، احمد الاحمر حدوته مصريه تستحق انك انت تكرمها، تستحق حاجات كتيره جدا. اسطوره بجد، اسطوره كره اليد. فاسطوره كره اليد اللي هيكون موجود في الملاعب في السعوديه قدام مباراه مودر دي، اعتقد ان هيكون ليه دور كبير، لان هو قائد، هو الكابتن، وهو الفارق. يا كريم، فريق الزمالك كره اليد صاحب اكبر فوز 51 هدف في هذه البطوله، نعم. هو لم يهزم الا مره واحده فرق هدف من الكويت الكويتي، نعم. ودلوقتي الكويت الكويتي موجود على فكره في الدور قبل النهائي، هيلاعب البنك الاهلي. فالزمالك ان شاء الله يتجاوز فريق مودر، نعم. وان شاء الله ان شاء الله بدعم الجماهير بنجوم الكبار اللي يعني بيقدموا احلى كره يد في الصالات في المملكه العربيه السعوديه، يقدر يوصل النهائي ويقدر يحصل البطوله. لان كمان البطوله العربيه دي هي الفرصه الاخيره للزمالك للمشاركه في جلوبال كلوب، اللي هو كاس العالم للانديه اللي هتقام في السعوديه في نوفمبر اللي جاي. ففريق كره اليد يستحق الدعم، يستحق المسانده، جهازه الفني رمضان هتلر يستحق الدعم، كل لاعبتنا يستحقوا الدعم، ومسانده الجماهير لها تقدير كبير جدا عندنا، ولازم نشيد بيهم. فعلا شرفتونا، وننتظر منكم الكاس، وننتظر منكم الصعود لكاس العالم للانديه في المملكه العربيه السعوديه في شهر 11 اللي جاي. نعم باذن الله، وكل التوفيق لكم استاذ ايهاب. يمكن كوماندوز اليد دايما بيعودونا في وسط الازمات ووسط المشاكل في اي حاجه بتحصل، ان هم بيركزوا في ملعبهم، بيركزوا على طموحهم، بيقدروا ان هم يكونوا البسمه الموجوده للزملكاويه في كل المحافل اللي بيشاركوا فيها. مباراه مودر تعتبر بقى النهارده خلاص بقينا الجمعه، مباراه مهمه في نصف النهائي. على الجانب الاخر بطل الكويت بيلعب مع البنك الاهلي، نتمنى نهائي مصري خالص بين الزمالك والبنك الاهلي. طبعا كريم، نتمنى فوز كوماندوز اليد النهارده طبعا على اعتبار ان احنا صباح الجمعه. نتمنى نادي الزمالك يعني يفوز بالبطوله العربيه لكره اليد، ويبقى يعني زي ما تعودت جماهير الزمالك وزي ما تعودنا طول الوقت ان الزمالك يبقى حاصد البطولات في ملوك الصالات، زي ما يعني اللقب التاريخي لنادي الزمالك. نتمنى ان بطوله اليد، البطوله العربيه لكره اليد، تبقى فال ساعد على نادي الزمالك، ويصعد نادي الزمالك لكاس العالم للانديه، ويحقق حلم جمهور نادي الزمالك، ويحقق يعني باذن الله يعني بعد تخطي عقبة البطولة العربية حظ رقابها، بإذن الله يعني يحقق مركز متقدم في بطولة العالم للأندية، ليق باسم نادي الزمالك الكبير والعريق بمر على مر التاريخ في لعبة اليد. نعم أكيد. زعب شافي، فريق القدم، فريق الكورة عندها خلاص يعني أيام قليلة جدا، 6 أيام 7 أيام، تفصلنا عن بداية فترة الإعداد في الأول من سبتمبر المقبل. ايه المطلوب من الجهاز الفني؟ ايه المطلوب من لاعبتنا عشان محو اثار الموسم المنقضي؟ انا شايف الملامح بتقول ان هيبدا فتره اعداد بجد، ما فيهاش هزار. كمان عندك مدرب كبير، اوساريو، مدرب عالمي من المدربين المشهورين في العالم، عنده فكر، عنده مدرسه، مدرب كره قدم حديثه. وانا شايف ان هو كمان ساعد مدرسه الفن والهندسه على العوده، والعوده كانت في مدينه الطائف. فترة الإعداد المرحلة اللي جاية تحدد ملامحها. الراجل بيتكلم على ان يعني يمكن عارف ظروف الزمالك المادية الفترة دي، هيعمل معسكر في 6 أكتوبر
معسكر فريق كرة القدم استعدادا للدوري واستعدادا لافريقيا في شهر 9 في مدينة 6 اكتوبر، وهو محدد ملامح هيعمل ايه وهيلعب كام مباراة ودية. كمان أوساريو مقدر الظروف اللي فيها النادي انه في وقف القيد، وانا اتمنى ان شاء الله الاداره الموجوده تحل او تنهي ازمه القيد عشان الزمالك يقدر يجيب صفقات حتى لو كان في يناير. لكن هناك اهم ومهم، الاهم انك انت توفر سبل الراحه للاعبين الفريق الموجود، لانه كلهم لاعبين مهارات عاليه جدا، لاعب قادر على تقديم المستحيل واسعاد جماهير الزمالك في الموسم الجديد مع مدرب كبير اسمه أوساريو. في كل المراكز فيها تخمه من اللعيبه تقدر تقدم الافضل والاحسن. كمان من الحاجات اللي انا عجبتني قبل فتره الاعداد حاله الحب الموجوده بين اللاعبين. هتقولي طب حاله الحب دي ازاي؟ لما يكونش كبالة ومحمد عبد الشافي وزيزو على اتصال بزمايلهم علشان يحفزوهم ويعرفوا اخبارهم ويساعدوهم علشان المعسكر المرحله الجديده، لا ده في حاله حب بجد. كمان زيزو لما يطلع يكتب على صفحته ويقول للجمهور الزمالك انا زملكاوي وبحب الزمالك وقاعد في الزمالك مهما كانت الاغراءات الماليه، ده شيء عظيم يحسب لاحمد سيد زيزو اللي سبق قبل كده جاله عروض كبيره جدا جدا ومغريه جدا جدا، لكن اختار نادي الزمالك وما اختارش الفلوس. فتعظيم سلام لاحمد سيد زيزو اللي اختار نادي الكبير والعريق هو نادي الزمالك. محمد عبد الشافي، محمد عبد الشافي كان بيفكر في الاعتزال، لكن لما شاف ظروف القيد وما فيش قيد والدنيا مش سهله قرر يكمل الموسم مع نادي الزمالك لو احتاج ليه الفريق فهو تحت امر الفريق. وده دور الكابتن. شيكابالا كمان دوره مهم في الفتره اللي جايه، لان يقدر يلم اللعيبه ويقدر يحقق حاله الحب وده موجود. عندك مدرب بيهتم بالتفاصيل الصغيره، التفاصيل الصغيره في التمرين بره التمرين الحاله النفسيه، بيقدر يستخرج كل ما لدى اللاعب من طاقات وامكانيات كبيره يقدمها من اجل نادي الزمالك. فما تخافوش على نادي الزمالك. كمان ان كان حريص الأوساريو والاجتماع مع اللجنه التنفيذيه اللي بتدير النادي عشان المعسكر المرحله اللي جايه، علشان توفير كل ما يحتاجه أوساريو، واعتقد انه هيوفروا له كل حاجه في المرحله اللي جايه. وانت يمكن كريم قلت الحجز هيترفع وهتوفر الاموال، فاذا لابد من دعم الكيان، لابد من دعم نادي الزمالك. كل الرموز الكل بينتمي لنادي الزمالك، مهمتك دعم الكيان. فمرحله الاعداد دي انت داخل على موسم بتنافس على بطوله الدوري، محتاج تسترد درع الدوري اللي كان عندك من سنتين ورا بعض وراح منك للنادي الاهلي. لا انت محتاج تسترد درع الدوري، لازم تلعب عليه، وعندك امكانيات لاعبين عاليه جدا خاصه بعد عوده المعارين. عندك بطولة أفريقيا وأنت محتاج ترجع لأفريقيا ومحتاج تتوج على العرش الأفريقي، خاصة وكريم إن الكونفدرالية دلوقتي بقى لها جوائز. الكونفدرالية بقى لها جوائز، جوائز 2 مليون دولار. فأنت هتلعب من أجل هدف. فمرحلة الإعداد هتبقى مرحلة إعداد، يعني من وجهة نظري أشغال شاقة، أشغال شاقة، لأن هيتم إعداد اللاعبين بشكل صحي وبشكل سليم مع مدرب كبير له غير الامور الفنيه وصاحب كره حديثه، لكن بيهتم بالجانب البدني والجانب الخططي. كمان ان هو قدر في الفتره اللي فاتت يا كريم أوساريو يوصل اللعيبه فكره الكروي، فكره اللي هيلعب بيه، واللعيبه استوعبت ده بسرعه. واستيعاب اللعيبه لفكر الراجل بسرعه ده هيسهل المهمه في الموسم الجديد. فهنشوف زمالك جديد، هنشوف مدرسه الفن والهندسه. واطمن جماهير الزمالك ما تخافوش على الزمالك، الزمالك النادي العريق والنادي الكبير والمؤسسه الكبيره لا يمكن انها تتاثر. والزمالك راجع ان شاء الله لمنصات التتويج، واقول لجمهور الزمالك واصل الدعم، واصل المسانده، واصل التشجيع، لان الزمالك هو انت الجمعية العمومية وجمهور الزمالك هم أصحاب النادي. هم أصحاب النادي. عشان كده أنا واثق من الإدارة التنفيذية هتوفر كل شيء لأوساريو عشان ينجح معسكره ويدخل الموسم الجديد بأهدافه الكبيرة. أكيد. حلم البطولة وحلم المشوار. أستاذ إيهاب، إيه المطلوب عشان نادي الزمالك يقدر نحقق اللي بيتكلم عليه أستاذ عبد الشافي بالمنافسة على كل البطولات، سواء الكونفدرالية سواء بتتكلم على الدوري كاس في البطولتين المحليتين هنا، إيه اللي مطلوب عشان ده يتوفر لنادي الزمالك ويرجع تاني شامخ على او واقف باقدام ثابته على منصات التتويج؟ هو طبعا أوساريو عنده عبء كبير خلال الفتره اللي جايه، مطلوب منه خلال يعني ان هو
يبتدي يحضر للبطولة الأفريقية، لأن جمهور الزمالك متعطش للفوز بالبطولة الأفريقية، خصوصا البطولة الكونفدرالية. نادي الزمالك حقق لقبها في الموسم قبل اللي فات دوت، فجمهور الزمالك عايز يحقق الثنائية. فأعتقد أن مهمة أسوريو خلال الفترة اللي جاية أن هو يبتدي يعد فرقته كويس قوي، ويبتدي يصعد العديد من العناصر عشان نشوف يعتمد على بعض العناصر اللي هو صعدها للفريق وتم قيدها في القائمة الأفريقية، ويتم تجهيزهم في المباريات في العديد من المباريات الودية، ويبقى أكتر من احتكاك، ويبقى فيه عامل نفسي للاعيبة نادي الزمالك، ويتم يعني رفع الهمم عندهم لتحقيق الفوز بالبطولة الكونفدرالية، وبرضه في مسابقة الدوري ان الزمالك يبتدي يستعيد نغمة او ذاكرة الانتصارات خلال الفترة اللي جاية. ده عبء ومهمة كبيرة جدا على أسوريو. نعم. اعتقد ان الراجل قدها، وهو قدم مباريات متميزة في البطولة العربية، الناس كلها اشادت بيه، وكفاية المباراة العظيمة اللي قدمها قدام النصر السعودي، وشفنا المستويات اللي ظهر عليها لاعبي نادي الزمالك. اعتقد ان أسوريو يعني بدا يفهم طبيعه اللاعب المصري، وبدا يتعايش مع الاجواء كويس جدا. فاعتقد ان المهمه رغم صعوبتها، لكن هو فنيا يقدر يتعامل مع الموقف اللي راه. نعم. زعب شافي، خريطه الطريق اللي وضعها الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، اللي وضعتها الجهه الاداريه مديريه الشباب والرياضه لنادي الزمالك لاجراء الاستحقاق الاهم واللي بيشغل حيز كبير جدا من جميع نادي الزمالك واعضاء الجمعيه العموميه، هي الانتخابات نهايه اكتوبر المقبل. طبعا الانتخابات دي اهم حاجه كريم، لان الحدث المهم والاستحقاق المهم، وخريطه الطريق اللي حطها السيد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه مهمه جدا. هو قال اداره تنفيذيه عليها ان تدعو الانتخابات واداره العمليه الانتخابيه. نعم. فاداره العمليه الانتخابيه يعني ما انا بدي الشرعيه للجمعيه العموميه. انت عارف يا كريم قانون 2017 عظم دور الجمعيات العموميه. نعم. الجمعيه العموميه هي صاحبه السلطه، هي اللي بتختار المجلس. واي مجلس تختاره الجمعيه العموميه باي اسماء من ابناء نادي الزمالك له كل الدعم وكل المسانده في المرحله اللي جايه، لان الزمالك هو الكيان اللي بتلتف حوله الملايين من الجماهير. فخريطه الطريق اللي حطها الدكتور اشرف صبحي انا شايفها تستحق الاهتمام، تستحق الدراسه، وان شاء الله هتتنفذ خلال الايام اللي جايه. يعني هيتم الدعوه لعقد جمعيه عموميه واجراء العمليه الانتخابيه. كمان اللي هو حسن موسى لما طلع وقال عندما تستقر الامور يعني نبلغ الجهه الاداريه ان احنا جاهزين لعقد الجمعيه العموميه والانتخابات. المساله مش سهله، واعلان فتح موعد الترشيح، واعلان فتح باب الترشيح، لان المساله مش سهله. أكيد. التجهيز لعقد جمعيه عموميه في نادي كبير في حجم نادي الزمالك تحتاج الى جهد وتحتاج الى تنظيم مختلف. اكيد، وباذن الله التوفيق لنادي الزمالك. زعب شايف اشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني. اشكرك كريم استاذ زعب الفولي، شرفتني ونورتني. اشكرك شكرا جزيلا. خلصت حكايتنا النهارده من زملكاوي، لكن حكايه نادي الزمالك لم ولن تنتهي ابدا. اصبحوا على الف خير، ونلتقي غدا في زملكاوي.